أنا اسمي أشرف عبد العزيز سلامي، نشتغل في تاكسي، لي سنوات في تاكسي ومطلف قوت يومي من تاكسي. حتى في الأزمة هذه مستحقات المصارف، وننصح الشباب إنهم يشتغلوا التاكسي، إنها خدمة قوت يومك يعني ما تحرش فيه أنت وصغارك، والحمد لله يعني متزوج وعندي زوج صغار ونطلع قوت يومي يعني الحمد لله. نطلع الصبح نخدم، نروح نتغدى يومات العادية طبعا، والعشية نطلع نخدم حتى هو والحمد لله، وفي رمضان نطلع الصبح نخدم حتى هو والحمد لله في الخير والبركة يعني. والله البنزينة متوفرة يا متوفرة البنزينة ديما في القاضي تبي تعبي عادي. عندي زباين تواصلوا معايا بالتليفون نرفع فيهم، وبيني وبينهم ثقة كبيرة يعني نوصل فيهم في أماكن والحمد لله يعني. من طرابلس لراس الجدير نمشي عادي ما فيش مشكلة ما دام في ثقة بيني وبين الزبون، فهمت؟ التاكسي عالم بحاله، فهمت؟ كوكب يعني، يركب معاك الحلاق، يركب معاك الدكتور، يركب معاك المهندس، يركب معاك العامل، يركبوا معك يعني ناس كبيرة في السن، شباب يركبوا معي طبعا، شابين عزاز، نستفيد من الحكمة يعني، الحكمة لها دور كبير، فهمت؟ نتخذها من شباني ولا من عزوز استفيد بها في الدنيا، فهمت؟ حتى حد يوقفني يطلع ما عنداش نوصل عادي حتى من غير فلوس يعني، نفات فيه وركب وقصدني خلاص ما عادش تقدر ترده، فهمت؟ والله ننصح الشباب الراكدين في الحياش ما يطلعوا ياخذوا تاكسي يخدموا، فيه خدمة والحمد لله يعني، يوميتك تطلع 70-80 الله يخدم فيه خدمة والحمد لله.